رانا نشوفوا اليوم الامطار وزيد جيت اليوم تنتخب خير ربي يا حبيبي خير ربي للفلاحه كاع المطلو خير ربي للمطر الله خير ربي وهذا واجب وطني يا أخي فهمت او كيف نحوسوا على التغيير اذا ما نضرناش بك وجينا كيف نقولوا هذه الجزائر الجديده او لازم لنا تغيير ولازم لنا نفتح وربي يكتب الحمد لله رزقنا المطر راهي ليل ونهار فهمت احنا نطلبوا من هذا الشعب ينوض يستيقظ يجي فوطي فهمت الله يهديهم الشباب تاعنا هذه ان شاء الله يا رب المترشح الفائز ان شاء الله واش تطلب منه عمي الحاج يسكن بالبلاد هذه هي نطلبوا منه شيخ يكون في الميدان مش يكون في المكتب يكون في الميدان يتبع فهمت يتبع المشاريع اي والله يتبع المشاريع يتبع المواطن يكون في الميدان هذا هو علي انا فهمت هذه هي نطلبوا منه يكون في المستوى وهذه الجهه تاعنا الجديده يا شيخ شكرا عمي بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله.